أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الثلاثة الموافق 17/10/2023. توقعات برج الجوزاء، هتبقى قادر عشان تخصص العنان لإبداعك وهتخرج من أوقاتك من وقت للتاني عشان تقصى حد جديد. النهاردة من ناحية تانية هتكون عندك صحتك متنوعة، في حاجة رئيسية بتحقق بيها التوازن بين أنشطتك على مدار اليوم. هتلاقي في الوجود اليوم رؤية جديدة لحياتك هتساعدك أكتر عشان تثبت اللي انت بتتمنى توصل ليه. توقعات برج السرطان، النهاردة هيبدو أنك يومك هيبقى هادئ جدا بسيط، هتحقق بيه أقصى استفادة من السلام والهدوء اللي عندك قبل ما ينتهي بيك الموضوع لعدم وجود وقت مناسب ليك مع أصحابك المجموعة بالتدفق الشديد فيها. هتبقى عندك السباحة، هي الطريقة الجديدة تطهر بيها جسمك وترتاح من التعب اللي عندك. هتبقى حريص أكتر إنك تدور على كل اللي بتشاركوه في قيمتكم عشان تعززوا بيه حمايتكم. توقعات برج الأسد، هتجيلك النهاردة فرصة سارة جدا هتبقى في طريقك، ما تخليهاش تمر من حياتك. هتبقى خفيفة جدا وهتبقى في شعور بشوية تعب لازم تبقى حذر من خلاله من الجاذبية اللي فيها التواءات مفاجأة بالنسبة ليك. لازم تبقى بتتأخر في الفترة دي وده هيخليك تبقى واقعي بشكل متزايد جدا تجاه أهدافك، عشان كده ما تكونش عنيد مع كل الأشخاص اللي حواليك. توقعات برج العذراء، لو فشلت في انك تتغلب على تهور جهودك في اندفاعك المحمول في اليوم ده هتبتدي تنجح في كل حاجة على ما يرام. هتبقى قوي جدا بفطرتك اللي انت معتقدها، لكن الشكوك اللي عندك ملهاش اي اساس من الصحة. لازم تتعرف بشكل كويس على حياتك، انت النهاردة عندك مسار ممتاز هتتبع بيه نبضاتك بشكل كبير، مستقبلك الطويل بشكل مثالي في يومك ده. توقعات برج الميزان، النهاردة بالتالي هتحصل على المساعدة اللي انت بتتمناها من الأشخاص اللي حواليك. استخدامك للتأكيد اللي عندك هيبقى أفضل خياراتك اللي انت حابب تجريها، فما تتفخرش النهاردة بالموسيقى وانك تستمتع بالأساسيات أكتر. هيبقى عندك حق في انك تفكر في حاجة انك تسترخي، هتحصل على قراءة في النوم هتخليك تبقى واقعي بشكل متزايد جدا خاصة تجاه أهدافك. ما تكونش عنيد جدا مع كل الأشخاص اللي حواليك بالأخص. توقعات برج العقرب، هتتاح عندك فرصة عشان تتغير على مسافة ما بينك وبين الأشخاص اللي حواليك. هتهرب من غير ما تحس بالذنب، لازم تبقى بمفردك في هدوء تام. هتعيد شحن بطاريتك اللي بتعتبر استثنائية، عندك عمليات مطلوبة جدا، هتعتقد ان المستقبل بيتعقد وده ممكن يشتت انتباهك. لازم تبذل جهد اضافي عشان تركز على العناصر العملية. توقعات برج القوس، النهاردة لازم تتحمل مسؤولية علاقاتك ويتوثقها بشكل صحيح. هتنفق كتير من الأموال وده هيدفعها منك، عشان كده ما تزالش تاخد الحاجات كلها على طبيعتك. انت بحاجة انك تعمل ده بجد، فما تترددش في انك ترتب أوراقك. في حمل آخر لي هيبقى في طريقك النهاردة وده هيبقى مهم جدا بالنسبة لي. توقعات برج الجدي، ما تجبرش نفسك علشان تاخد دور مش مناسب ليك. صدقك هو أفضل الأصول عندك في اليوم ده، ممكن توفر بيها طاقتك عشان تبقى في تأثرات حلوة تتخلص بيها من انك تتنفس عن طريق ممارستك للرياضة. هتحس انك اكتر حرية وانك كذلك وقتك مناسب عشان تاخد من خلاله قرارات مهمة. توقعات برج الدلو، هتحصل على مبلغ غير متوقع من المال من سيولة هتبقى بتدمر مشروعك الرقمي على المدى الطويل. لحسن الحظ انت لجانبك، هتراقب كل اللي انت بتاكله وكل اللي انت بتعمله في يومك ده، بيمنعك من اي مشاكل ممكن تتعرض ليها. حتى هيبقى في دور وسيط سري جدا، ما تنساش انك توضح ازاي تمشي الامور للاشخاص اللي حواليك وهتبقى قادر على ده. توقعات برج الحوت، هتبقى انت العذرية الموجودة في كل مكان وهتبقى اكتر فهم مع كل الاشخاص اللي حواليك. هتاخدوا بعضكم بشكل واضح، هتوضحوا الاختيارات اللي بتبقى من الامور الحلوة عندكم، تبقوا متجنبين اي تشنجات مرنة في حركاتكم الخاطئة. الوقت مناسب لو حبيتوا تتركوا الحاجة للوضع، وهيبقى عندك سبب للثقة حولك عشان تحصل عليها.